الأخ أحمد يسبق سؤاله بحب في الله سبحانه كثير لك شيخنا الكريم. بيقول أنا شغال أعمال يدوية، بعمل عصافير بالجرايد والورق، فهل هذا حرام ولا ما فيها شيء باعتبار مجسمات؟ لا معتبرة مجسمات، ونقول له يا أخي تركها أولى، خلاف خروج من أي خلاف إن شاء الله تعالى، وإن كنت لا بد فعل فبالشجر وغير ذات الروح زي ما قال ابن عباس. أكرمك الله، مع إنه ما أعرف هل الجراد ممكن تشكل شكل عصفور كده؟ والله هو يبدو إنه عنده شيء من الإبداعات سبحان الله. يعني. نعم. طيبة لحياة طيبة.